الأسبوع الثاني لمحاولة استخراج الطفلة لما من البئر، وأيضا أو مشتريات وهمية وطريقة للتلاعب الجهات الحكومية في الميزانية وأيضا في أهلها بعد موجات يعني ساخرة على الأسماء الشوارع البلدية تقرر تغييرها، وأخيرا إطلاق برنامج جديد للتمويل الإضافي لشراء أرض قريبا. اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من يا هلا مساكم الله بالخير. شكرا دائما لكل من يعني خصص جزء من وقته لمتابعتنا في يا هلا. طيب اعطونا تكيول لطفوه. يعني تواصل فرق البحث بالدفاع المدني منطقة تبوك والجهات المساندة جهودها بالبحث عن جثة الطفلة لما في أسبوعها الثاني، والتي سقطت في بئر ارتواز مهجورة بالوادي الأسمر جنوب مدينة حقل. وأشار بيان الدفاع المدني الأول أن الطفلة لما توفيت على يعني على عمق 30 متر تقريبا حسب ما أظهرت الكاميرا الحرارية التي قامت فرق الدفاع المدني باستخدامها فور وقوع الحادث، حيث لم يتم رصد أي وجود حياة للطفلة من قبل أجهزة الدفاع المدني في بئر يبلغ عمقها 114 متر وفوهتها 50 سنتيمتر. حقيقة لي معلومات أكثر معي عبر الهاتف اللواء مستور بن عايض الحارثي وهو مدير الدفاع المدني منطقة تبوك. سعادة اللواء مساك الله بالخير. مساك الله بالنور أخوي علي. هلا. شكرا لتلبية الدعوة، لكن لماذا يعني استمرت كل هذه المدة لاستخراج لما يعني من أين القصور؟ هل هو منكم من المعدات؟ هل الأمر فعلا صعب؟ ما الذي يعني يحدث بالضبط؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أخي علي، لم يكن هناك قصور من الدفاع المدني أو الجهات المساندة معنا، إنما طال عمرك إحنا حقيقة واجهتنا صعوبات في تضاريس المنطقة وفي موقع البير غير مكيسة وعمقها 114 متر وقطرها 50 سنتي، وعملنا حقيقة على فتح مكان دخول من الناحية الجنوبية حتى نتمكن من الوصول إلى 30 متر، لأن الكاميرا الحرارية أعطتنا 30 متر ولم يوضح بالشاشة عندنا أي تواجد للطفلة، إنما واجهتنا بالشاشة نرى كمية من الحجار ومن الأتربة، فلم تكن هناك طريقة إلا النزول إلى مسافة 30 متر، واستعنا بخبير حفر الأبار في أرامكو وأيد الفكرة وعملنا على النزول إلى 30 متر. عند الوصول إلى عمق 30 متر واجهتنا مشكلة الانهيار، خوف انهيار الجدار بمسافة 30 متر، وعملنا على تأمين السلامة لرجال البحث والإنقاذ. وعند الانتهاء ودخول المعدات الخاصة بالحفر، لأن نحاول ننزل تحت 30 تقريبا 5 متر من المحتمل أن نجد الطفلة، لأن البير لها 8 سنوات وتقع في وادي، والوادي هذا سال أكثر من 8 مرات، فمن المحتمل الجيولوجيين أبلغونا من المحتمل أن يكون طمرت البير إلى مسافة 70 أو إلى 80 متر، ولكن بعد 30 متر واجهتنا صعوبة في عدم استخدام الحفارات خوفا من الانهيار. على كل حال أحضرنا معدة لنحفر بير موازية لهذه البير بعمق 20 متر حتى نتمكن من النزول، قطرها 120 سنتي، يتمكن رجال البحث من النزول والدخول على البير الأساسية لنتمكن من الحصول على الطفل. الله يرضى عليك.
نعم. طيب سعادة اللواء، يعني ما في جدول زمني ممكن نقول للناس اليوم بكرة بعده مثلا؟ أخوي علي ما أسمع الصوت، أنا في منطقة ما فيها صوت. نعم لا خلينا أقول ما في جدول زمني، يعني ما ممكن نقول للناس بكرة إن شاء الله أنه سيتم العثور على هذه الفتاة، هذه الطفلة رحمها الله. والله أنا على كل حال أنا أعمل على مدار الساعة وبذلوا رجال البحث والإنقاذ والجهات المساندة، وهذا بشهادة والد الطفلة وأقاربها موجودين معنا في الموقع. لكن المسألة إن إحنا تعارضنا مشكلة التضاريس وعمق البير، والآن منطقة صخرية، حاولنا نستعين الآن، وصل اليوم حفار اللي يسمونه حفار برم حتى نتمكن من النزول في الصخر لمساء المسافة اللي تمكننا من فتح مجرى للبير الأساسية، مع العلم إن ستواجهنا مشكلة ثانية الحفر من البير الموازية إلى البير الأساسية. هذه منطقة صخرية، أنا أتوقع إن الكمبروشن لن يفيد فيها، ولكن حنحاول وإن شاء الله إن نصل إلى نتيجة. نعم شكرا سعادة اللواء مستر بن عياض الحارثي مدير الدفاع المدني في منطقة تبوك على هذه المعلومات. حقيقة شيء محزن، أكيد إن شاء الله كل جهة تبذل جهدها، ولكن أيضا أهل الطفلة وذويها من حقهم أنه تكون يعني جثة طفلتهم عندهم. إن شاء الله تتكلل هذه الجهود بـ 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 بالنجاح في النهاية. راح نروح فاصل ونعود لكم بعد قليل.